السلام عليكم أحبائي، مرحبا بكم في يوم جديد وسلسلة جديدة. السلسلة هذه إن شاء الله راح نقدم لكم مجموعة من العطور البديلة لعطور باهظة الثمن. العطور هذه راح تكون عطور رخيصة في الثمن ولكن جودتها رائعة وأداؤها قوي. إن شاء الله راح السلسلة هذه راح تكون فيها أجزاء، والهدف من هذه الأجزاء هو تنويركم وترشيدكم لكي تقتنوا أجمل العطور وأحسنها بثمن أقل. ابقوا معنا. إذن أصدقائي، كما قلت لكم، هدفنا من هذه السلسلة هو تنويركم وإرشادكم لاقتناء أحسن العطور من ناحية الثبات والفوحان وبأقل سعر، وهي كذلك يعني راح تكون بديلة لعطور غالية الثمن. اخترت لكم في المركز الخامس في هذا الجزء الأول عطر فتان من دار الرصاصي. هذا العطر الذي أطلق في سنة 2018 يعني يفتتح بمكونات العليا بالجريب فروت والبيرغاموت والفلفل الوردي، ثم في قلب العطر عندنا نجيل الهند مع الأرز والباتشولي وزنبق الوادي، وفي قاعدة العطر عندنا تحلب البلوط مع البنزوين والعنبر. حقيقة عطر فتان من دار الرصاصي عطر جميل جدا، وهو أحسن بديل مرة على أنفي لعطر تردرماس. هذا العطر يتميز بأدائه القوي جدا، يعني ثباته ثبات قوي وفوحانه ممتاز. ولما نشوف يعني الخامات المستعملة في العطر نجد بأنها خامات جيدة جدا، ليست بالنقطة الاصطناعية سيئة. وكذلك هذا العطر الرجالي راح يعطيك نفس الدي ان اي الموجود في عطر التردرماس بكل انواعه، يعني عطر التردرماس او عطر التردرماس انتونس فيتيفر، وكذلك عطر التردرماس لو بارفيوم. رقم 4، حضرت لكم عطر انتونس بلاك من دار لومانية. هذا العطر اللي هو راح يكون بديل انسب واجمل بديل لعطر كريد رويال اود. هذا العطر عطر انتنس بلاك من لوماني هو عطر خشبي اروماتيك للرجال، اطلق في سنة 2014، يعني يفتتح بنقطة الفلفل الوردي مع البرغموت والليمون، وفي قلب العطر عندنا ارز الاطلس مع جوزة الطيب، وايضا عندنا الجالبانوم والمكونات العشبية، وفي قاعدة العطر عندنا العود مع البخور وخشب الصندل والمسك الابيض. حقيقة عطر اللوماني بلاك أنتونس راح يكون أفضل بديل لعطر كريد رويال أود، العطر الباهظ الثمن. كلنا نعلم أن عطور كريد هي عطور أغلبية نوتاتها هي من نوتات طبيعية، يعني إذن راح تكون غالية جدا. عطر اللوماني بلاك أنتونس راح يكون أفضل بديل بسعر أقل جدا، سعر أقل جدا، يعني راح تلقاه في المرشي أو في السوق بسعر زهيد مقارنة بعطر كريد. وما يميزه هو ثباته الشديد وفوحانه الجيد. وهذا العطر الرجالي أنصحكم به كثير اللي يحبون عطر عود من رويال كريد، وأيضا الناس اللي تحب الوسام إيفنينج من الرصاصي هذا راح يكون كذلك بديل ممتاز. أصدقائي، اخترت لكم في المركز الثالث عطر عود توتش من دار فرانك أوليفي. هذا العطر اللي بالنسبة إلي يمثل أحسن بديل لعود أصفهان من ديور. نشوف أنه العطر هذا قريب جدا منه، أنتج أو أطلق في سنة 2014، يفتتح بنقطة الكراميل مع التوت والبرتقال، وفي قلب العطر عندنا الورد مع اللبان والباتشولي البنفسج والياسمين، وفي قاعدة العطر عندنا العنبر مع الفانيليا والمسك. إذن عود توتش من فرانك أوليفي هذا العطر الرجالي الممتاز جدا من ناحية ثبات، ثباته من ثابت جدا إلى ممتاز، وفوحانه القوي. يعني نشوف أنه راح يكون أحسن بديل بالنسبة لي لعطر عود إصفهان من ديور، وأيضا لما نشوف سعره الزهيد مقارنة بعطر عود إصفهان. الكل يعلم عطور ديور كم هي غالية الثمن، راح تشوف أنه أضعاف مضاعفة في السعر.
إذن عطر توتش من فرانك أوليفي ننصحكم به كتير، مع الأنه أن العطر هذا يقدر يكون يونيسكس، يعني يقدر يستعمل من طرف النساء. ننصحكم به كتير للناس اللي تحب يعني تحب رائحة عود أصفهان من الديور وليس عندها الدخل الكافي، أنكم تذهبون أو تروحوا مع عود توتش من فرانك أوليفي. اخترت لكم في المركز الثاني عطر من دار أرماف. هذا العطر يسمى بعطر كريز. هذا العطر هو أحسن بديل بالنسبة إلي لعطر بيجاسوس من ديمارلي. عطر بيجاسوس عطر غالي جدا وهو عطر جميل، إلا أنه سعره المرتفع يخلينا نذهب لعطر كريز من أرماف. عطر أرماف هذا العطر ينتمي إلى الفئة عنبر فوجير للرجال، يفتتح بنقطة الهيليوتروب مع الكمون، وعندنا البرغاموت، وفي قلب العطر عندنا اللوز المر مع الياسمين واللافندر وأيضا الميرامية، وفي قاعدة العطر عندنا الفانيليا والعنبر وخشب الصندل. عطر كريز من أرماف عفوا نشوف أنه راح يكون أحسن بديل لعطر بيجاسوس، وهذا لتباته الشديد، يعني هي جبار في التبات، وأيضا فوحانه الممتاز وسعره أقل من سعر بيجاسوس بأضعاف مضاعفة. العطر هذا يمكن استعماله من طرف النساء، يعني للنساء اللي تحب تستعطر من هذا العطر يمكن لها كذلك، أيضا للنساء اللي تحب عطر إيبنوتيك بوزون من ديور هذا راح يكون بديل ممتاز لها. إذن كما قلت لكم هذا العطر راح يكون أحسن بديل بأقل سعر. عطر أرماف حقيقة دائما تحضر لنا بدائل ممتازة جدا إلى السوق بأقل أسعار، يعني شفنا عطر كلاب دنوي أنتنس اللي كان أحسن بديل لعطر كريد أفنتوس وما إلى ذلك. اخترت لكم في المركز الأول عطر بولو كلوب بليز. هذا العطر يعني أحسن بديل لعطر فيكتور أندرولف سبايس بومب. عطر سبايس بومب من فيكتور أندرولف الكل يعرف مدى قوة هذا العطر وتباته وجماليته. يعني أنا نشوف أنه عطر بولو بليز كلوب راح يكون أحسن بديل له، وهذا العطر ينتمي إلى العائلة الخشبية الحارة للرجال، وراح يعطيك توليفة يعني فيها فلفل وردي مع بيرغاموت، راح تشم أيضا جريب فروت، وعندك لما يهدى العطر راح تبدأ تشم في البابريكا مع القرفة، وأيضا رائحة التبغ مع الجلود راح تشمها من بداية العطر، كذلك ريحة نجيل الهند الفيتيفر. يعني حقيقة راح يكون أحسن بديل، والشيء المميز في هذا العطر هو تباته الشديد مع فوحانه القوي. ننصحكم به كتير، يعني في عود ما تشروا فيكتور أندرولف سبايس بومب يقتنوا هذا العطر، وكذلك سعره الذي لا يتعدى 30 أو 40 دولار صفقة جيدة أصدقائي. عطر رجالي ممتاز جدا، أيضا للناس اللي تعشق عطر بولغاري مان إن بلاك هذا العطر راح يكون أحسن بديل. إذن أصدقائي نشكركم أنكم كنتم معنا اليوم لإصغائكم، أحضرنا لكم القسم الأول أو الحلقة الأولى من توفير البدائل العطور رخيصة الثمن مقابل عطور باهظة الثمن، سواء من دار الديزاينر أو عطور نيش. إذن الحلقة هذه راح يكون فيها حلقات متواصلة إن شاء الله، راح يكون فيها أجزاء، وكل مرة أحضر لكم باقة من أجمل العطور البديلة لعطور باهظة الثمن. إذن إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا بضغط زر اللايك، وإذا أيضا أدعو لنا. وبالنسبة للقادمين الجدد على قناتنا، هذه قناتكم إخواني، مرحبا بكم. إذا عندكم أي استفسارات أو شيء من هذا القبيل أعلموني في الكومنت، ودعمكم يحفزنا.